على صعيد آخر، اختتمت جوقة ينبوع المحبة الأردنية زيارة للأراضي المقدسة، أحيت خلالها عدة أمسيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعيد العائلة المقدسة، حيث قدمت الجوقة بقيادة المايسترو طعم جبارة مجموعة من تراتيلها الميلادية نالت إعجاب الحضور. المزيد عن هذه الزيارة في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. أحيات جوقة ينبوع المحبة القادمة من الأردن عدة أمسيات في الأراضي المقدسة وفي عدة كنائس، ففي بيت لحم مهد السيد المسيح له المجد أحيت الجوقة قداساً احتفالياً بمناسبة عيد العائلة المقدسة في كنيسة سانتا كاترينا. ترأس القداس الأب رامي عسكري كاهن رعية سانتا كاترينا والأب بسام الدير المرشد الروحي لجوقة ينبوع المحبة، حيث أعرب الأب عسكري عن فرحته بأجواء الميلاد، وهذه الجوقة الرائعة هي هدية الميلاد في هذه الكنيسة والرعية وللأراضي المقدسة، كما ودعا إلى الصلاة من أجل جميع العائلات بأن يحميها الله ويقدسها للأبد. عيد العائلة المقدسة في أجواء الميلاد اللي هي دائما فيها هدايا من الرب ونعم، اليوم كان بعت لنا هدية من الأردن جوقة ينبوع المحبة اللي رتلت قداس العائلة المقدسة وصلت معنا لأجل عائلات العالم. ربنا يديم يحط في قلوبهم السلام والمحبة والنعم ويحميهم من كل شر. شكرا لهم، شكرا للنور ساد دائما على التغطية الحلوة. أما الأب بسام الذي أعرب عن فرحته لوجوده في هذا المكان المقدس وبهذه الأيامات والأجواء الميلادية، وفي كلمته التي قال فيها بأن الروابط الأسرية الموجودة في كل منزل وعائلة الله هو مصدر المحبة فيها، وأن على جميع العائلات أن تحذو حذو القديسة مريم والقديس يوسف والطفل يسوع في المحبة والروابط العائلية. اليوم بعيد العائلة المقدسة القديس مار يوسف، القديسة مريم العذراء والطفل يسوع، منتذكر الروابط الأسرية اللي موجودة في كل أسرة في كل بيت سواء مسيحي أو غير مسيحي. الله هو في الوسط، الله هو حاضر، وهو مصدر الوحدة، هو مصدر المحبة. نتعلم منه دائما نحب ونصفح ونغفر، والحياة بدون تضحية أكيد ما بتسوى وما فيها محبة. شاطر اللي بضحي أكثر بهاي الحياة، كزوج بضحي من أجل زوجته وأولاده، كزوجة بضحي من أجل زوجها وأولادها، والأولاد أيضا بضحوا من أجل والديهم وبحبوهم بكرموهم ويطيعوهم دائما. نطلب من العائلة المقدسة اللي كانت هون في بيت لحم إنه مثل كمان في تجوالها، هي كانت مشردة بجوز راحت على مصر لفترة وعودت رجعت إلى أراضيها. نطلب من أجل كل العائلات المشردة بسوريا بالعراق بكل العالم أنه تمشي هاي المسيرة مع العائلة المقدسة ويقدموا ألامهم مع يسوع ومع مريم العذراء والقديس يوسف ويكونوا مصدر نعمة وبركة لإلهم وقدوة صالحة. أكيد بنشكر كمان التلي لمير على مواكبته للأحداث الكنسية المحلية وأيضا الإقليمية. ربنا يبارك في جميع الكادر اللي بيشغل فيها، ونتمنى لها دائما دوام التوفيق ودائما نصلي لها حتى تستمر بهاي الرسالة الرائعة اللي بتعملها. لا تبتنى زول أمرنا.
وكانت أدراج كنيسة سانتا كاترينا قد امتلأت بالمؤمنين الذين عبروا عن فرحتهم لوجود جوقة ينبوع المحبة في بيت لحم والأراضي المقدسة، والاستمتاع بأجمل أصوات رنمت ترانيم ميلادية رائعة، وأعربوا عن شكرهم للمايسترو طعم جبارة الذي يقود هذه الجوقة بكل فخر، حيث قدم كتاب الجوقة هدية للرعية. وبعد ختام القداس تم التقاط الصور التذكارية في الكنيسة أمام المذبح. اليوم جوقة ينبوع المحبة موجودة في بيت لحم لنأدي القداس مع الرعية. هاي الزيارة هي السادسة للأراضي المقدسة. من فترة لأخرى احنا بنحب نيجي حتى نشارك الأهل هنا بتراتيلنا. الجوقة تقريبا 32 شخص موجودين اليوم، رح يقدموا تراتيل مختلفة، وبهالمناسبة رح كمان نقدم كتاب الجوقة كل نسمة فلتسبح الرب نهدي للرعية. هو كتاب مكون 100 ترتيلة من كلمات ألحاننا مع النوتس والكورز. بنأمل دائما نشوفكم دائما على خير هون ببيت لحم، ونشكر النورسات المرافقيتنا برا الأردن، وكل سنة وانتم سالمين. ونحن اليوم منعيدكم بعيد العائلة المقدسة من بنيت مدينة بيت لحم في كنيسة المهد، وبنشكر نورسات على هاي التغطية الحلوة، ورح نعيش أجواء الميلاد وأجواء السنة الجديدة، وكل سنة وانتم سالمين. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.